عارفة إن مجرد كلمة بيت العيلة تعتبر كلمة مرعبة لناس كتير، وإن أي حد بيسمع الكلمة دي لازم يقول بيت العيلة لأ، والبعد أحسن والاعتزال نعمة. لكن أنا ما كانش فارق معايا كل ده، ما كانش فارق معايا إلا إني هكون مع آيات حبيبي وجوزي وبس. أنا نهى، عندي 23 سنة، اتخرجت السنة دي من كلية الهندسة، وبعد تخرجي بشهر واحد اتجوزت أنا وإياد. إياد كان زميلي في الكلية وأكبر مني بسنتين، كان شاطر وعنده كاريزما ووسيم. اتعرفنا لما كانت الكلية عاملة تجربة كده زي البيج براذر، ودي ببساطة إن كل واحد من الطلاب المميزين في الدفعات الأكبر يكون مسؤول عن مجموعة من الدفعات الأصغر ويساعدهم، يعني كأنه مرشد طلابي كده بس بطريقة مودرن شوية شبه الجامعات الأجنبية. بعد ما التجربة ما خلصت علاقتي بإياد استمرت، زمالة، صداقة، قربنا من بعض وبعدين حبينا بعض. وجه تقدم لي، أهلي وافقوا عليه رغم إن هو وقتها كان لسه طالب، بس إياد كان مستواه المادي كويس جدا. بابا كان بيشتغل في دولة من دول الخليج من سنين، وإياد بعد التخرج المفروض إن هو هيسافر معاه، ولأنها كانت مسألة شهور على نهاية الدراسة والسفر أهلي وافقوا، وفعلا اتخطبنا وبعد تخرجه مباشرة سافر. عائلة إياد كانت مكونة من بابا واللي هو مسافر بالفعل بره، وشفته مرة واحدة بس كده فيديو كول لما إياد كان موجود عندنا هو ومامته وإخواته علشان يتقدم لي، وأنا يعني معرفوش غير من الصور اللي إياد وراها لي. أما مامته واللي بحكم إنها كانت بتربي أولادها لوحدها فكانت ست قوية الشخصية جدا، أم جامدة كده وحازمة شبه أمهات زمان المرعبين. وأخت إياد لبنى واللي كانت أصغر مني بسنتين بتدرس في كلية طب الأسنان. وأخيرا زياد واللي كان آخر العنقود والحاجة الوحيدة اللي مامته بتضعف قدامها زي ما بيقول إياد، زياد يبقى أخو إياد الصغير خالص. ولكن اللي جاي في حكايتي ما أعتقدش إن هو كويس أبدا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، والنهاردة حلقة مستوحاة من أحداث حقيقية ومن كتابة لمياء شاهين، والحلقة بتاعت النهاردة خاصة شوية، أعتقد الحلقة المفروض تكون للكبار فقط، فأحرصوا على أنه كل اللي بنقوله مهم فعلا. يلا بينا نكمل الحلقة، يلا بينا. طبعا اياد كان متربي بشكل حازم جدا زي ما قلت لكم، مامته شخصيتها قويه قوي. اياد كان متعود يشيل المسؤوليه وياخد باله من كل حاجه في البيت او مع اخواته، وده شيء كان بسطني جدا لانه ببساطه عارف يعني ايه مسؤوليه بيت والتزامات ناحيه الاسره، وده شيء مش موجود في اغلب الشباب في الجيل بتاعنا. بعد سنه من سفر اياد وشهر واحد بس من تخرجي، اياد نزل اجازه علشان نتجوز، وفعلا عملنا الفرح وفضل معايا طول الشهر ده، كان أحلى شهر في حياتي. لو أقول لكم أني كنت بصحى بالليل أبص عليه وأتأكد أنه هو فعلا نايم جنبي يمكن تقولوا عليا أن أنا أوفر ورومانسية بعبط، ولكن بجد الفرحة كانت مالية قلبي أني أخيرا معاه. بس طبعا كل ده بدأ يتحول لقلق وخوف من بعد ما عدى أول أسبوعين، وبدأ إياد يجهز نفسه علشان يسافر تاني. مامته أصرت أن أنا أفضل في شقتي ما روحش عند أهلي علشان أحسسها أن إياد لسه معاها. إياد ما اعترضش وأنا ما حبيتش أضايقه وهو خلاص مسافر، وعلى الرغم إن أنا ما كانش عاجبني الوضع قوي بس خلاص قلت بلاش أزعله وأعمل مشاكل من أولها. بعد ما سافر إياد كنت بنزل أقعد مع مامته وأخته، وما كنتش بشوف زياد كتير، زياد أخوه الصغير. كان يا إما خارج مع أصحابه يا إما قاعد في أوضته يا نايم، والحقيقة إنه إياد كان دايماً يقول لي إنه مامته عمرها ما سمحت له إن هو يعمل زي زياد كده ويعيش براحته، يدخل ويخرج وقت ما يحب. حتى لما نتيجة زياد في الثانوية العامة ظهرت وجاب مجموع يدوبك فوق 50%، مامته ما عملتش أي رد فعل عليه، بل بالعكس دي طلبت من باباي يزود مصروفهم علشان تقدر تدخله كلية خاصة. وعدت الأيام بطيئة ومملة، بس أنا بدأت أتعود، حبة في بيتي وحبة تحت عند مامة إياد، بس ما كنتش بحب أطول عندها، وكنت بفضل إن أنا أقعد في شقتي أعمل اللي أنا بحبه، أكل وأشرب في الوقت والمكان والحاجة اللي أنا أحبها. روتين وبدأت أخد عليه بالتدريج، ولكن بعد شوية وقت حسيت إن في حاجة غلط، أنا مش مظبوطة.
أنا تعبانة ومقصودش جسديا بس، لأ كمان نفسيا. مش علشان مامة إياد زي ما كلكم هتتصوروا، لأ يعني أنا بدأت أتعب من غير سبب. معنوياتي في الأرض، مشاعري متلخبطة، مش عارفة أتعامل مع حد. ده غير الأعراض الغريبة اللي كانت بتجيلي، فجأة بحس ببرد غريب وإحنا لسه في شهور الصيف، وفي نفس الوقت بعرق كتير جدا لدرجة إن أنا كنت بتصور إن أنا عندي سخونية، ولكن لأ ريقي دايما ناشف وفي حاجة غلط. بس كل ده ما فرقش معايا، كنت بقول يمكن هرمونات وبتتغير بعد الجواز، لكن اللي بيحصل ما بقاش يخصني أنا بس، وللأسف الوضع بقى مرعب بجد على كل المستويات. بدأت حاجات كتير تحصل لي ملهاش تفسير، حاجات أماكنها تتغير في بيتي وأقول يمكن نسيت وغيرت مكانها، حاجات تختفي وما لاقيهاش، أنام وأنا لابسة حاجة معينة أصحى لقيني لابسة حاجة تانية، أحلام غريبة وإحساس إن في حد معايا في الشقة، حد بيتحرك معايا في كل مكان، حد بيراقبني وبيلحقني بس مش عارفة مين ولا إيه ده، مش عارفة أصلا ده بجد ولا خيال. تركيزي بقى في الأرض وبنسى حاجات كتيرة جدا، مش عارفة إيه اللي بيحصل، تعبانة دايما ومرهقة ومش قادرة أتحرك من السرير، حتى نزولي عند مامة إياد بقى قليل جدا. كل يوم بالليل كنت بشوف خيالات بتتجسد قدامي، حاجة ككيان أسود أنا مش شايفة وشه بيجي وينام جنبي، عايش معايا وبيتعامل معايا كأني مراته بالظبط. كنت أحيانا كتير بعيط وأنا معاه، لكن مش بقدر أعمل حاجة، مش قادر أقاومه، حتى مش بقدر أدافع عن نفسي وأبعده عني. ولما كنت بفوق من الحالة دي كنت بشغل قرآن وأسيبه، لكن لما بصحى تاني يوم مش بسمع صوت القرآن، كنت بصحى ألاقي السماعة مقفولة أو الفلاشة متشالة منها، وأنا متأكدة إن أنا ما جيتش جنبها. 3 شهور كاملين بعد سفر إياد، 2 شهر كاملين منهم في عذاب متواصل. نفسيتي بقت في الأرض، بطلت أكلم زياد، بطلت أكلم أهلي، كنت برد على مكالمة منهم و10 لأ، ما كنتش قادرة أكلم حد، كنت خايفة أقول لحد اللي بحس بيه وبشوفه يتهمني إن أنا مجنونة، بس أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل، مش لاقية تفسير منطقي. أحيانا بحس تفكيري مظبوط تماما وبحاول أفتكر اللي بيحصل معايا، وأحيانا بشوف حاجات مش منطقية أنا نفسي مش عارفة أفسرها، مش عارفة أحدد ده حقيقي ولا أنا جرالي حاجة. أنا إياد 24 سنة، أكيد معظمكم مستغرب إن أنا اتجوزت بدري كده، بس الحقيقة إن أنا جوازي ده أهم قرار خدته في حياتي. نهى كانت الاختيار الوحيد اللي أخدته بإرادتي، كل حاجة في حياتي أمي هي اللي مختارها، اسمي، دراستي، بيتي اللي هعيش فيه بعد الجواز، سفري وشغلي وكل حاجة. أمي ست قوية، وده لأنها عاشت وربت 3 أولاد لوحدها، ولكن طريقتها معايا ومع لبنى أختي كانت مختلفة تماما عن طريقتها مع زياد. زياد آخر العنود، الدلوعة، ماما بتعمل له أي حاجة يطلبها، يشاور بس وكل حاجة مجابة، يغلط وما يهموش، يطلب وما يفكرش إزاي ومنين. أفتكر في مرة وأنا في ثانوية عامة كنت في مراجعة والمدرس اتأخر لحد 10 بالليل، ورجعت يومها البيت متأخر ساعة عن معادي. أمي رفضت تفتح لي الباب وفضلت في عز البرد قاعد على باب البيت ساعة كاملة قد اللي اتأخرتها، لحد ما وافقت وفتحت لي. كنت بمشي على المسطرة زي ما بيقولوا، أي حاجة بتطلبها مني بعملها بدون تردد، حتى لما طلبت مني أسكن معاهم في نفس البيت، ورغم أن أهل نهى كانوا رافضين، خصوصا أن إمكانياتنا تسمح لي أني أشتري شقة برا، إلا أني ما قدرتش أجادلها. ولما هي قررت أن أنا أسافر مع أبويا أشتغل، ما خدتش رأيي ولا سألتني عايز إيه، هي بتقرر وإحنا بننفذ وبس. منكرش أن أحيانا كتير كنت بحس بغيرة من زياد بسبب الحرية اللي واخدها والدلع اللي عمري ما شفت ربعه حتى، بس هو أخيرا قدرت أتمرد على قرارات أمي وأصريت على جوازي من نهى. بعد جوازي من نهى سافرت أكمل شغلي وكنت بتقطع، يعني بعد كل السنين دي من الانتظار ما قعدتش معاها إلا 1 شهر بس، يرضي مين ده؟ بس كنت مجبر أسافر،
أنا أصلاً ما ينفعش أعترض على قرارات أمي، ومادام أمي ما قررتش إن أنا أرجع مصر يبقى لازم أكمل وأسافر. كنت بكلم نهى كل يوم ومطمن عليها إنها بين عيلتي، ولما هي وافقت تقعد في البيت وما تروحش لأهلها لما سافرت حمدت ربنا إن مفيش مشاكل حصلت. خفت أتحط ما بين نهى وما بين قرارات أمي وأطلع قدام مراتي ضعيف. أول كام يوم كانوا كويسين قوي، بكلمها وبطمن عليها وعارف إنها تمام، بس بعدها بدأت تتغير. شكلها بقى باهت وكأنها تعبانة، على طول بتتهرب من أسئلتي كأنها بتخبي حاجة عني. واحدة واحدة مكالماتها ليا بدأت تقل، ومرة ترد عليا وعشرين لأ، وما بقتش فاهم في إيه. طب هي زعلانة؟ حد ضايقها؟ مش فاهم. مرضتش أكلم أمي علشان خفت إنها تكبر الموضوع أو تقول لنوها حاجة تزعلها، وعلشان كده كلمت لبنى. لبنى طيبة وغلبانة وعلاقتها بنوها كويسة، وكمان أحسن ما فيها إنها مش بتعرف تكذب، وأكيد لو في حاجة هتعرفني. ألو، إزيك يا إياد؟ وحشتني قوي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي. الحمد لله تمام، أنت عامل إيه؟ أنا بخير الحمد لله. لبنى، أنا عايز أسألك عن نوها، هي كويسة؟ كويسة الحمد لله. هو في حاجة؟ لا، بس حاسس إنها مش مظبوطة، قلت أطمن منك. لا يا حبيبي، بس تلاقيك وحشها ويمكن الحر تعبها. لما كلمت لبنى حسيت في صوتها حاجة مش مظبوطة. حاولت تطمني على نوها وتقول إنها كويسة، يمكن تعبانة من الجو أو من بعدي عنها، بس ما اقتنعتش بكلامها. استنيت شوية كمان كام يوم كده وكنت بحاول أكلمها وما كانتش بترد على طول، ولما بترد بحس إنها معيطة أو نايمة، صوتها مش مظبوط، فيها حاجة. لما بنتكلم فيديو عينيها بتكون زايغة، مش بتبصلي حتى، كانها عايزة تقولي حاجة ومخبياها أو خايفة من حاجة، وبجد القلق كان هيموتني. ما قدرتش استنى أكتر وقررت إن أنا أتصل بأمي وأكلمها. سألتها عليها واللي قالته أمي ما طمنيش خالص، بالعكس قلقني. ألو؟ ألو، إزيك يا إياد؟ عامل إيه وشغلك عامل إيه؟ كله تمام يا ماما، أنت عاملة إيه؟ بخير الحمد لله. في حاجة؟ هي نوها كويسة؟ بتنزل وبتشوفيها؟ لا يا إياد، مراتك لا بتنزل ولا بشوفها، بس هقول إيه، خليني ساكتة. في إيه يا ماما؟ ساكتة على إيه؟ مراتك بطلت تنزل بقالها يجي 3 أسابيع، وكل مرة بطلع خبط عليها مش بتفتحلي، مع إني ببقى سامعة صوت في الشقة، وللأسف ده اتكرر مرة واتنين. بس هقول إيه بقى في اختياراتك؟ يعني إيه يا ماما؟ معرفش يا إياد، زي ما سمعتش كلامي واخترتها اتحمل بقى نتيجة اختيارك. أمي ما قالتش أي حاجة بصراحة وبشكل مباشر، ولكن كل كلمة قالتها حفرت جوايا إحساس بالشك ناحية نهى. حاولت أكدب نفسي، لكن كل حاجة بتقول إن في حاجة غلط بتحصل، هي فيها حاجة غلط. ما هي لو تعبانة أو فيها حاجة كانت هتقول ببساطة، أو لبنى أو أمي كانوا حكولي. حاولت أسيطر على نفسي وبطل أكلمها، لأني كل مرة كنت بشوفها كنت ببقى عايز أنفجر في وشها وأسألها مالك، مخبية عني إيه، ولكن ما كنتش بعمل كده. خدت أجازة لمدة 3 أيام، ومن غير ما أي حد يعرف نزلت مصر. رحت على البيت اللي أول ما دخلته ما صدقتش إن هو ده بيتي. البيت متكركب بشكل غريب، كل حاجة مش في مكانها، النور منور في كل الأوض، التلفزيون شغال، السماعة شغالة على قرآن، وهي مش قاعدة. دخلت أدور عليها في أوضتها، لقيتها نايمة على السرير، شكلها خاسس قوي، وفي ريحة كمكمة، كأن الشقة بقالها سنة مقفولة، وفي ريحة تانية غريبة منتشرة في الجو، بس مش عارف دي إيه، كأنها دخان سجاير، ريحة غريبة مش عارف أحدد هي إيه. اتخضيت عليها جدا وبدأت أصحيها، حسيتها مش كويسة خالص، جسمها مرمي على السرير وبتستجيب بصعوبة، ولما صحيت لقيت تحت عينيها أسود كأنها ما بتنامش. حاولت أفوقها كتير لحد ما فاقت معايا وسلمت عليا ببرود، وهي بتتلفت حواليها وكأنها بتدور على حاجة أو بتبص على هدومها باستغراب كمان. سألتها إيه اللي هي فيه ده، ما عرفتش ترد عليا.
قلت لها تغير هدومها علشان هننزل حالا للدكتور لاني محتاج اطمن عليها. وسبتها تلبس ونزلت عند اهلي. وكالعاده زياد ما كانش موجود في البيت، وامي ولبنى لوحدهم. امي استغربت ان انا في مصر بس سلمت عليا ببرود. اما لبنى فبصت لي وكانها اتصدمت وبرضه ما قالتش اي حاجه، وسلامها عليا كان غريب، بارد جدا وكانها ما كانتش عايزه ننزل. مفيش ربع ساعه ونزلت نهى وتحركنا على طول. كانت ساكته تماما، ودي مش طبيعه نهى، ده انا لما كنت بغيب عنها 3 ساعات كانت بتحكي لي بالتفصيل حصل فيهم ايه. دلوقتي وبعد 3 شهور غياب ما بتنطقش. طلعنا على مجمع عيادات جنب البيت، والكشف المبدئي ما كانش فيه حاجه، ولكن الدكتور اصر نعمل تحاليل، واولها تحليل حمل لاننا لسه متجوزين ويمكن كل اللي بيحصل ده مجرد اعراض حمل. واكيد الدكتور اصر ان التحليل ده يكون هو البدايه علشان يقدر يحدد هنعمل ايه بعد كده، او هيتكتب لها علاج ايه، لان طبعا مش كل الادويه مناسبه مع الحمل. وعلى الرغم من اني كنت مستبعد الحمل لاني ما قضيتش معاها الا شهر واحد بس، لكن اتحمست للفكره. انا وهي هيكون عندنا طفل، شيء جميل جدا انك تكون اسره مع الانسانه اللي بتحبها. فورا طلعنا على المعمل في نفس المكان، وكان معمل متطور جدا. طلبوا مننا نستنى علشان ناخد تحليل الحمل لانه بيطلع في 10 دقائق ربع ساعه بالكتير. بعد 10 دقائق فعلا ندهوا على اسمها وسلموني ملف فيه نتيجه الحمل. الموظفه قالت لي مبروك. اتبسطت جدا، بس لما فتحت الملف اتصدمت. كان مكتوب عمر الحمل 6 اسابيع. حسيت ان كل خليه في جسمي اتحفزت. انا مسافر من 3 شهور وهي حامل من شهر ونص بس. اخدتها من ايديها وما كملناش باقي الفحوصات والتحاليل، ولا رجعنا عند الدكتور. طلعنا على بيتنا ما كنتش قادر اتكلم ولا ابص في وشها حتى. اول ما وصلنا طلعنا على فوق، اديتها تحاليل في ايديها وشاورت لها على مده الحمل. ايه ده؟ والله انا اللي لازم اسالك، ايه ده؟ يعني ايه حامل من شهر ونص؟ انا مش فاهمه حاجه، يمكن في غلط في المعمل. ده تحليل رقم يا نهى، ومفيش غلط ولا حاجه. انت مش حاسه بنفسك؟ مش شايفه نفسك وتصرفاتك؟ انت بتخونيني يا نهى؟ انت ازاي تقول لي كده؟ انا نهى يا اياد، افهم انت بتقول ايه. انا عمري ما خنتك، والله العظيم عمري ما عملت حاجه غلط. تعالى نعمل تحاليل تاني، اكيد في غلط في المعمل. سمعتها للاخر بدون ولا كلمه. فضلت تقول لي كلام غريب عن حاجات بتحسها وكيان اسود بتشوفه وحاجات تانية بتشوفها، فيلم اكيد فيلم ومؤلفاه علشان تعمل نفسها بريئه. بعد ما خلصت وبدون اي مقدمات ما حسيتش بنفسي، وبدات اضرب فيها بايدي ورجلي. كنت بنتقم منها على كل لحظه حب حسيتها ناحيتها، وعلى كل مره عملت لها فيها اي حاجه وهي في الاخر خاينه. انا مش قادر اوصف حالتي ساعتها كانت ازاي. انا كنت بصرخ وانا بسالها عملت كده مع مين، دخلت مين بيت اهلي وعملت كده معاه. ما حسيتش بنفسي الا بعد ما اغمى عليها ووقعت على الارض بدون مقاومه. ما كنتش سامع صوت الباب وهو بيخبط، واختي بتصرخ علشان افتح، وامي عماله تقول لي افتح الباب. فتحت الباب ونزلت من غير ما ارد على اسئله اي حد. طلعت على اقرب مأذون وطلقتها. انا لبنى اخت اياد. اياد ونهى كانوا قصه الحب اللي نفسي عايشها. كانوا بيدوني امل ان في بكره، واني ممكن اتخلص من اسري من امي واعيش حياه مختلفه. بس للاسف القصه ما كملتش. لما شفت اياد قدامي فجاه يوم ما رجع من السفر كنت حاسه قلبي هيقف من الخوف. معرفتش امثل عليه اني كويسه وان كله تمام، وكنت عارفه ان كل حاجه هتتكشف. انا عارفه اني غلطانه، عارفه اني جبانه، عارفه اني كان المفروض اعمل حاجه، بس انا خفت. محدش فيكم يعرف امي عامله ازاي. الكل بيقول عليها قويه، بس لا، هي ست قاسيه، مش بتشوف الا نفسها وبس. انا واياد بالنسبه لها ولا حاجه، زياد بس هو اللي مهم. مشاعر واحتياجات زياد هي الاولويه، اما اي حد تاني مش مهم. ايوه انا كنت عارفه كل حاجه بتحصل، يمكن مش من اول يوم بس كنت عارفه اللي بيحصل.
خفت أقول لأمي لأنها ببساطة هتتهمني بالكذب ومش بعيد أبدا أنها تعاقبني. ها عادي، هي لسه بتعاقبني لحد دلوقتي. حاولت أمنع اللي بيحصل بس فشلت، ما كنتش عارف أقول إيه لمين، فسكت وياريتني ما سكت. بس والله حاولت وياما تحايلت على نهى تبات معايا، يمكن كنت أقدر ألحقها. بعد سفر إياد بكام يوم كنت بلاحظ إن زياد بيجي متأخر. كنت بقعد أتفرج على أفلام ومسلسلات فرصة في الأجازة، وأمي كانت بتنام بدري كعادتها، وطبعا ما بتسألش زياد أنت رايح فين ولا جاي منين وإمتى. زياد كان معاه مفاتيح البيت كلها لأنه راجل البيت من بعد ما سافر إياد، وعلشان كده كان بيطلع ويدخل في أي وقت. كنت بحس برجله وهو طالع على السلم، مش بيدخل الشقة عندنا، بيطلع فوق. أيوة، شقة إياد. كنت متخيلة إن نهى عارفة، بس في يوم من الأيام كانت نهى سهرانة معايا تحت وسمعت نفس الصوت، باب البيت بيتفتح، بس زياد ما جاش على طول. يومها نهى ما خدتش بالها أصلا وفضلت قاعدة معايا، بس بعدها بنص ساعة إياد دخل الشقة وعلى طول على أوضته. ما فهمتش إيه اللي حصل، بس من بعد اليوم ده ونهى بدأت تتغير، شكلها وأسلوبها والحاجات اللي بقت بتشتكي منها، إحساسها بالبرد في عز الحر وريقها الناشف والعرق الكتير لدرجة هدومها اللي بتتبل بدون سبب، حالة كده من التوهان وعدم التركيز بتسيطر عليها. ما كنتش عارفة في إيه، بس قلت للأمان يعني إن أنا أخبي مفتاح شقتها من سلسلة المفاتيح بتاعة البيت. ولما زياد قال لماما، ماما قالت له إنها هتطلع تبهدلها وتعرفها إنه مش بيتها علشان تاخد المفتاح من غير ما تستأذن. وساعتها خفت طبعا تحصل مشكلة، وقلت لها إن أنا اللي شلته علشان خفت يضيع. أم اليوم ده بهدلتني وخلتني 3 أيام أقعد في أوضتي لوحدي طول اليوم، ما طلعش منها إلا لو بس هدخل الحمام، وكأني عيلة صغيرة وعملت مصيبة. اللي حصل ده أكد لي إن في حاجة غلط بتحصل. فضلت أتابع زياد كل يوم وهو جاي بالليل، وتأكدت إنه بيطلع لنهى، وللأسف نهى حالتها كانت بتبوظ أكتر كل مدى، لدرجة إني شكيت إنها بتاخد مخدرات. أيوة للأسف مخدرات، لأنها التفسير الوحيد للحالة اللي هي فيها سواء نفسيا أو جسديا. مش عارفة إيه اللي خلاني أدور في أوضة زياد، بس طبعا اخترت وقت لا هو ولا ماما هنا، لأنه ممنوع أدخل أوضته لأنه راجل ومش من حقي أفتش وراه ولا أدخل أوضته. وفعلا لقيت اللي كنت بدور عليه، وكأني كنت متأكدة إني هلاقي حاجة تدلني وتفهمني على اللي بيحصل. كيس صغير فيه حبوب لونها أصفر ومش مكتوب عليها أي حاجة. خدت واحدة وقفلت الكيس تاني ورجعته في مكانه. بعد كام يوم لما خرجت رحت عند واحدة صاحبتي شغالة في معمل تحاليل، وطلبت منها تحللها وتقولي النتيجة، وللأسف طلعت حبوب هلوسة، وطبعا هي السبب في كل حاجة بتحصل لنهى. الحبوب دي خلتها تنفصل تماما عن الواقع وتشوف حاجات مش موجودة، حتى البرد اللي بتحس بيه والعرق الكتير وريقها الناشف باستمرار بسبب الحبوب دي. اتأكدت ان كل اللي نهى فيه ده مش طبيعي، والسبب فيه زيادة اخويا، بس برضو سكت. ما كنتش ضامنة رد فعل امي لو عرفت، حسيت انها هتلومني انا ونهى وعلشان كده سكت. لما سمعت صوت اياد وهو بيضرب نهى وبيصرخ اتأكدت ان المصيبة حصلت. فضلت اخبط كتير واصوت علشان اياد يسمعني ويفتح الباب، ولما فتح ما استناش ولا ثانية، نزل جاري وخرج من البيت ونهى كانت مغمى عليها في الأرض. شلتها أنا وماما لحد أقرب كنبة، وساعتها أخدنا بالنا من الدم اللي نازل منها، نهى كانت بتنزف. فورا طلبت عربية إسعاف، حاولت أكلم إياد لكن تليفونه كان في البيت وما كانش ينفع نسيبها لحد ما يرجع، أصلا محدش عارف هو فين ولا هيرجع إمتى. أنا مش قادر ألوم على إياد، هو عنده حق يشك فيا. أنا مش عارفة اللي شفته في التحليل ده صح ولا غلط، يعني إيه أنا حامل في 6 أسابيع؟ إزاي؟ أنا حاسة إن أنا هتجنن، مش عارفة أفكر ولا أفهم حاجة. فاكرة إن تاني يوم صحيت لقيت نفسي في أوضة مستشفى، محدش جنبي خالص، مش عارفة فيا إيه ولا إيه اللي حصل. أمي دخلت ادتني ورقة مكتوب عليها صورة إشهاد طلاق. يعني إيه؟ طلاق مين؟ ده اسمي واسم إياد،
اياد طلقني ازاي؟ ازاي هنت عليه؟ بعد شوية لقيت ممرضة جاية تديني علاج. سألتها في ايه؟ بصت لي بشفقة وقالت لي اني كنت جاية حالة اجهاض، واني واضح اني تعرضت للضرب، وفضلت تنصحني كتير اني اعمل محضر، خصوصا ان اهل جوزي هم اللي جابوني. كلامها خلاني افتكرت كل حاجة، افتكرت نظرات اياد ليا اللي كلها شك، وافتكرته هو بيضربني بكل غل، وبعد كده مش فاكرة اي حاجة. خليت الممرضة تنده على امي من بره، ولما امي دخلت عليا تاني حسيت وشها مسود، مش عايزة تبص في وشي، وقالت لي ليه يا بنتي كده؟ فضحتينا واتطلقتي، كسبتي ايه؟ معرفتش ارد عليها، انا فعلا ما كانش عندي حاجة اقولها، ولا كنت عارفة استوعب اي حاجة بتحصل. مخي كان هينفجر، صداع مرعب، كنت حاسة بدموعي نازلة على وشي ومش عارفة اعمل ايه، ولا مين ممكن يصدق اي حاجة ممكن اقولها، وازاي اصلا ممكن ادافع عن نفسي. علي كان رافض يستوعب اللي عرفته، وقلبي مش مصدق انها ممكن تكون خاينة. مش عارف اقتنع انها خلاص ما بقتش مراتي، ازاي اصلا كنت هسيبها على ذمتي بعد اللي عملته؟ بعد ما طلقتها رجعت اخد حاجتي وقدمت الحجز بتاعي وسافرت في نفس اليوم. امي حاولت تفهم ايه اللي حصل بس ما قدرتش اقولها حاجة، ولبنى كانت بتحاول تشرح لي حاجة وبتقولي ان انا ظلمت نهى، بس بجد ما كنتش سامع ولا شايف قدامي. رجعت تاني شغلي ودفنت نفسي فيه، وقفلت اي كلام في الموضوع ده نهائي. ابويا حاول كتير انه يفهم مني اللي حصل، بس حقيقي ما كنتش قادر حتى احكي. احساسي بالخذلان وبخيبة الامل كانوا مسيطرين على كل خلية في جسمي. تخيل تعيش عمرك كله وكل حاجة بيختارها ليك اهلك، والمرة الوحيدة اللي انت تختار فيها تختار غلط، تختار واحدة خاينة. سنة كاملة عدت عليا رفضت فيها أي محاولة من أي حد إنه يفتح الموضوع، خصوصا لبنى اللي حاولت كتير قوي تتكلم معايا، وأنا دايما كنت بقولها تسكت وتقفل الموضوع. لحد ما في يوم قبل ما أنام أبويا جاله تليفون من أمي. الوقت كان متأخر ومش بعادة يعني إن أمي تتصل في الوقت ده. تخضينا جدا أنا وأبويا وقلنا إن أكيد في كارثة حصلت، وفعلا اللي حسبناه لقيناه. أمي كانت بتصوت وبتعيط، أنا أول مرة أسمع صوت أمي كده. ولما هديت فهمنا منها أن زياد كان مع أصحابه وخد جرعة مخدرات زيادة، وأنه اتنقل على المستشفى ولحقوه على آخر لحظة. أمي ساعتها طلبت من أبويا لأول مرة أنه ينزل ويشوف حل. أمي اللي كانت مهمشة دور أبويا تماما دلوقتي بقت عاجزة عن التصرف. كانت أول مرة حس أنها عندها مشاعر وبتخاف وبتحتاج حد وبتلجأ له. بعدها بكم يوم نزلت أنا وأبويا ونزلنا على زياد في المستشفى. يومها سمحوا لزياد يخرج، فأخدناه ورجعنا البيت. اتعشينا وبابا قال لزياد إنه هيساعده ويدخله مصحة علاج للإدمان، ومش هيسيبه إلا لما يتعافى تماما. كله دخل ينام في أوضته وأنا ما قدرتش أطلع شقتي. دخلت أنا كمان أنام في أوضتي القديمة. حاولت أمنع دماغي إنها تفكر في أي حاجة حصلت. مش عارف يومها إذا كنت نمت ولا لأ، بس مع أول ضوء للصبح اتسحبت وطلعت على شقتي. ما كنتش عارف أنا طالع ليه، كل حتة في الشقة بتفكرني بيها، بس برضو كل حتة في الشقة شاهدة على خيانتها ليا. رجعت أسأل نفسي تاني، مين اللي جابته بيتي وسابت له نفسها، وإزاي قدرت تعمل كده فيا؟ إزاي الحب اللي كان ما بيننا ده كله كان تمثيل؟ وإزاي وإزاي؟ أسئلة كتيرة ملهاش إجابات. فوت على صوت الباب وهو بيتفتح، بصيت ورايا لقيت لبنى. اتنهيت ورجعت أبص تاني على بيتي اللي ملحقتش أعيش فيه واتهنى فيه مع مراتي. لبنى قربت مني ومسكت إيدي وخدتني وقعدنا على أقرب كنبة، وقبل ما تتكلم أي كلمة قلت لها لبنى لو جاية تبرري أو تقولي إنها مظلومة وإني اتسرعت أرجوكي بلاش، أنا خلاص مش عايز أسمع ومفيش حاجة هتغير وجهة نظري، وكفاية بقى دفاع عن واحدة خاينة.
لبنى حطت إيديها على بقي وأنا بتكلم وقالت لي اسكت بقى أرجوك اسمعني يا إياد، أنت مش فاهم حاجة. حسيتها خلاص هتعيط فسبتها تتكلم. كنت مقرر أن أيا كان اللي هتقوله مش هيفرق، خلاص صفحة واتحرقت ومش ممكن أسامحها أبدا. ولبنى بدأت تحكي أنا عارفة أنك مش قادر تسمع بس أنت محتاج تسمع. نهى مش زي ما أنت فاكر، نهى اتظلمت بجد، اتظلمت لما سبتها هنا وكنت مطمن عليها. زياد هو اللي كان بيخدرها والله أعلم بيعمل فيها إيه. بصت لها وأنا مش فاهم حاجة وقلت لها يعني إيه؟ يعني إيه معنى كلامك ده إيه؟ بدأت تحكي كل حاجة عرفتها، كل حاجة شافتها، كل حاجة حصلت. حتى بعد ما كل حاجة خلصت لبنى ما بطلتش تدوير ولا اللي حصل، وطلعت تدور على الحبوب في الشقة بس ما لقيتش حاجة. فكرت إنه ممكن يكون زياد حاط لها الحبوب دي في الأكل أو في الشرب، بس ما كانش فيه أي حاجة أصلا في البيت، خصوصا إن نهى كانت تقريبا وقفت أكل تماما. الحاجة الوحيدة اللي كان واضح إنها بتستخدمها كتير هي القهوة، وفعلا نهى كانت بتشرب قهوة كتير. ولما لبنى خدت من القهوة وبعتتها تتحلل اكتشفت إن القهوة فيها نفس المادة اللي في الحبوب اللي سبق ولقيتها في أوضة زياد. وساعتها تأكدت إن فعلا نهى ما كانتش تعرف، وإن كل اللي حصل ده بسبب زياد لوحده. كنت مصدوم، هتجنن. قلت لها يعني إيه؟ يعني نهى ما كانتش بتخني؟ يعني أخويا هو اللي عمل كل ده؟ ويعني إيه تسكتي وإزاي تخافي؟ يعني إيه؟ فضلت أحاول تهديني وأنا كنت حاسس إني بموت. نهى طلعت مظلومة، نهى طلعت ضحية. أنا إيه اللي أنا عملته فيها ده؟ أنا اللي رميتها بنفسي، رميتها مرتين، الأولى لما سبتها والتانية لما صدقت إنها ممكن تعمل كده وتخني. نزلت من بيتي وأنا نازل شفت أمي وهي واخدة زياد في حضنها وبتهزر معاه. دخلت وقفت قدامها وأنا ماسك نفسي عن العياط. كل اللي حصل ده بسببها، خوفي وضعفي قدامها بسببها، جوازي في البيت بسببها، إني أسيب نهى لوحدها معاهم بسببها، اللي عملوا زياد في نهى وفيا وحتى في نفسه بسببها، خوف لبنى ورعبها إنها حتى تدافع عن نهى برضو بسببها، حياتنا كلها اتدمرت بسببها. وقفت أبص لها وما قدرتش أنطق، أنا عاجز قدامها بجد. طلعت من البيت وفضلت أمشي، مشيت كتير قوي لحد ما وصلت بيت أهل نهى. معرفش أنا وصلت هنا إزاي ولا في قد إيه، بس أول ما وصلت قدام البيت طلعت عندهم. كان كل أملي إني أتأسف لها، هبوس إيديها ورجلها وترجاها تسامحني. مش مهم ترجع لي بس تسامحني على الأقل، هرد لها كرامتها وحقها ومش مهم أي حاجة تانية. أختها الصغيرة فتحت لي وبصت في الأرض وندهت على باباها. طلع سلم عليا بخجل، ولما قلت له أني عايز أشوفها قال لي آخر حاجة ممكن أتصورها في الدنيا. نهى ماتت، أو بالتحديد انتحرت. قال لي إنها حتى ما طلعتش من المستشفى، دخلت الحمام وقطعت شرايين إيديها وللأسف محدش كان معاها ومحدش خد باله إلا تاني يوم بعد مرور التمريض، بس كان خلاص ماتت. ساعتها انهارت في العياط، ما بقيتش قادر حتى أتكلم أو أشرح أي حاجة، بقيت بعيط وبس. باباها حاول يهديني كتير ويطبطب عليا ويقولي إنها ارتاحت وريحت، وإنهم خبوا الخبر عن كل الناس علشان المصيبة اللي عملتها. ساعتها بس قلت له كل حاجة، قلت له إنها كانت مظلومة وضحية وإنها اتظلمت، وسبتهم ونزلت من غير حتى ما استنى منهم ردة فعل. روحت بيتي تاني، خدت هدوم مراتي الله يرحمها في حضني أشم ريحتها فيها واعتذر لها.
أنا آسف، والله العظيم أنا آسف. سافرت تاني وقعدين أهو بعد 3 سنين مش قادر أحب ولا أتجوز ولا أعيش بشكل طبيعي. من ساعتها ما رجعتش أكلم أمي ولا زياد. لبنى حاولت كتير معايا لحد ما قدرت أتخطى اللي هي عملته ورجعت أكلمها تاني، ولكن للأسف مش قادر أسامحها بشكل كامل ولا قادر أتعامل معاهم كلهم زي الأول. كل واحد فيهم خزلني وخزل نوها بطريقة مختلفة. حتى أنا خزلتها لما ما اديتهاش فرصة تدافع عن نفسها أو إني حتى أسمعها، وخزلتها تاني لما ما قدرتش أواجه أمي وأبويا باللي عرفته وباللي زياد عمله، ولا حتى أنتقم منه علشانها. أنا عايش دلوقتي مع أبويا اللي ما قدرش يتحمل تسلط أمي كام يوم على بعض، ولبنى كمان بعد ما اتخرجت سافرت وجات قعدت معانا. أما زياد فلسه زي ما هو، وكل فترة في مصحة شكل يتعافى ويرجع ينتكس تاني. وأمي فلسه زي ما هي، بتدلعه وبتقدم له كل اللي نفسه فيه بدون حساب، بس خلاص مش فارق لي. أنا حاليا بتعالج نفسيا علشان أقدر أتخلص من سيطرتها عليها ومن كل الذكريات اللي لسه بتطردني، ومن صوت نهى اللي كل ما بنام بسمعها وهي بتصرخ وبتستنجد بيا مني. وبس كده، بهنا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. بشكر لمياء شاهين جدا على كتابتها للحلقة المؤثرة دي، وبشكر حضراتكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا. حقيقة بعض القصص اللي بتكون فيها النوع ده من الكلام بيكون رد فعل طبيعي ان الواحد ما يعرفش يمسك نفسه ولا دموعه ويسجل وهو منهار. اعذروني لو انهارت أثناء التسجيل، ولكن دي حاجة حقيقية ما أقدرش أشيلها ومنتجها وأعملها بشكل أحسن ونقحها وأعملها بشكل مختلف، لأ بحب أسيبها كده. فبشكركم جدا تاني مرة أن أنتوا وصلتوا لحد هنا. أتمنى لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو أنتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك عشان تشوفوا الكواليس، تنضموا كمان لجروب عائلة الراوي على الواتساب علشان توصل لكم القصة بمجرد ما تنزل. ودعواتكم لإخواتنا وأطفالنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم ويلطف بيهم. أشوفكم الحلقة الجاية وتصبحوا على خير.